خلينا نبتدي على طول بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، بدايتها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. رئيس الوزراء أرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية. كل سنة وحضراتكم طيبين. وكمان امبارح تابع رئيس الوزراء مستجدات تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر. امبارح أيضا في نشاط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وزير الدفاع صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة، وتفاصيل وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية. وعبر الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته عن أطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة العطرة اللي كانت ولا تزال تمثل رمز لتجسيد معاني الصبر والاجتهاد من أجل نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والطمأنينة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية. خلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة أكوا باور في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجا وات، واللي من المنتظر عند اكتماله أن يخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل. امبارح مدبولي رئيس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة وثيقة تحت الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجا وات، وده بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وشركة السعودية. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مستجدات تنفيذ المشروعات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأكد مدبولي أن الدولة بتحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، وده ضمن توجه الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة مسؤولي شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة حالياً بقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال. والمجلس الأعلى للاستثمار اللي عقد اجتماعه الأخير في شهر مايو الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه توجيه مهم في هذا الشأن. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن السنة المالية الماضية، وتم مناقشة الجوانب المختلفة لمؤشر الحياد التنافسي وأهدافه والمبادئ المتعلقة به، وأيضاً الاستخدامات المتوقعة للمؤشر من حيث رسم خريطة لوضع الحياد التنافسي في الأسواق وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وأيضاً تحديد أولويات سياسة الحياد التنافسي بالنسبة للقطاع. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكور وإناث من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية علمي خريج العام الدراسي 2021-2022 و2022-2023، وذلك بالمعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمعهد الصحي للقوات المسلحة بالجلاء. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة الأسكندرية تم افتتاح فرع توثيق السيارات في مجمع المحاكم في المنشية. أما في جامعة كفر الشيخ فقد تم محو أمية أكثر من 6000 مواطن
ضمن برامج تعليم الكبار. خلينا بقى نروح نشوف الغربية، حصل فيها تحصين ل 33 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلعية، والبحر الأحمر حصل فيها قوافل لحياة كريمة العلاجية، وابتدت بالفعل عملها في الكشف وتوفير العلاج المجاني لأهالي مدينة حلايب. خلينا نتابع التفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية تم افتتاح فرع توثيق السيارات بمجمع المحاكم بالمنشية، وبيختص بتوثيق المحررات الخاصة بالمركبات بأنواعها المختلفة أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فيها، ويقتصر اختصاص هذا الفرع على ما يقدم إليه من محررات تتعلق بهذا النوع من التعامل. في جامعة كفر الشيخ أكدت الجامعة أنها ساهمت في محو أمية 6316 مواطن خلال دورة إبريل 2023، وده ضمن دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان. فأسوان أعلنت المحافظة أنها تخطت المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 198.3%، ووصل إجمالي الكميات الموردة ل 262.274 طن، وتم توريد 148.081 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة، فيما تم نقل 112.152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى. في الغربية أعلنت مديرية الطب البيطري أن إجمالي ما تم تحصينه 33 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وده خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023، وبيبلغ المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة 266,554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة. في الأقصر شهد أرض مطار البالون الطائر غرب المحافظة تحليق 28 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالي 550 سائح من حول العالم وسط أجواء من البهجة والفرحة بين السائحين. في البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بمدينة حلايب، وهتستمر لمدة يومين، وهيتم إجراء الكشف الطبي بالمجان على أهالي قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب أيضاً. في الشرقية أعلنت مديرية الصحة بدء التشغيل التجريبي لوحدة الحساسية والمناعة الجديدة بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وبتقوم الوحدة الجديدة بتشخيص أمراض الحساسية المختلفة لتحديد مسبباتها وعلاجها بالأمصال من خلال الأطباء بالوحدة. في الإسماعيلية أعلنت المحافظة أنه تم مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حتى الأول من سبتمبر القادم، وده من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.